شعورنا واحنا راكبين الامواج الصناعيه، اول حاجه اول بند احنا في شغله اللي هو الزلاجات اللي بدنا نلعب فيها رياضه ركوب الموج، هذا مش قادرين احنا نطولها، يعني نفسنا نشوف زي بلاد برا. اول بند يعني من جهه المشروع هذا بيفتح لنا مجال كبير، انه احنا موفر لنا الزلاجات، موفر لنا امواج صناعيه، بعد احيان بيجي بحر يعني صغير لفتره معينه واحنا نفسنا في الشغله هذه لكن مش طايلينها، اصبح انه احنا في اي وقت في لنا مجال نتزلج على امواج اللي هي الصناعيه، والمشروع كله هذا بصفه عامه يعني حلو وبشرف للشعب الفلسطيني بصفه عامه يعني. هات ابو شاي. وقت ما بدك تزلج الامواج موجود، قصه انه مش قادرين نجيب الزلاجات من برا على هو طريق مسكر او حصار وهذا بتكون موفره النا، هذا يعني شيء بشرفنا كثير. ركب الاطراف على بعض يا محمود ودبس. هذا اللي قال له والله، مين اللي قال لك؟